معنا شيماء مسلا. صباح النور. الخير اختي سناء. اهلا مرحبا بك شيماء. اختي تنشكركم بزاف على هذا البرنامج، انا فرحانه بزاف حيت تنسقط لي الخط وسمعت صوتك. الله يبارك فيك وانا كذلك سعيده بك ومرحبا. ناخذ سؤالك يا شيماء. خويا عماد. صباح النور اختي. صباح الخير اخويا عماد. خويا انا خديت واحد الزيت هذه شي اسبوع دابا باش خديته، زيت مخلط لتصفيه اللوز، وبغيت نستشر معك واش نستعمله ولا لا. نعم، ودابا الزيت واش انت صايبتي هاد الزيت خلطتيها بيدك ولا شنو؟ لا خويا انا شريته نعم. باش تستعمل منه شابه. نعم اختي، فبعدا ما يمكنليش غادي نحكم، لان ما عرفتش انا تركيبه الزيوت شنو هما الزيوت اللي كاينين في هذا الخليط هذا، ياك غير عندي مكتوبه المكونات ديالو. دابا الزيت هذا علاش خديتيه اختي؟ تصفية الوجه على اساس باش ناخذ زيت الكركم. نعم. وقالت لي ما كاينش هذا الزيت، غنعطيك هذا الزيت في بلاصتو. نعم، وخفت نستعمله بلا ما نستشر معك. واخا لالا انت شوفي سمعيني، انا زيت الكركم غادي نهنيكم. دابا ما لقيتوش زيت الكركم انا غادي نهنيكم. غتاخذوا الكركم البلدي غطحنوه، ولكن طحنوا على يديكم عاوتاني، راه خديتوه مطحون ما غنضمن لكمش. خذوا الخرقوم على يديكم، خرقوا معلق هكاك صاين وغادي تطحنوه. اذا غادي نديرو رابعه، يلا رابعه ديال الخرقوم بلدي مطحون ياك. وغادي ديروها فيترو ديال الزيت ديال نوار الشمس، وغادي كاع الاخوات يديروا هذه الوصفه هذه او يصايبوا هذا الزيت هذا، وانا من بعد نقول لكم علاش غادي يصلح. اذا غادي نديروا قلنا رابعه ديال الخرقوم بلدي مطحون، غنديروا فيترو ديال زيت نوار الشمس، ندفيه واحد شويه فوق البوطه، غير يدفى واحد شويه، من بعد كتخليوه 3 ايام حتى كيطلق مزيان، حتى ديك ماده الكركمين كتخرج لينا مزيان في هذاك الزيت. هذا كيتسمى النقيه، كيتسمى لا ماسيغاسيون. اذا هذا الزيت هذا من بعد كنخليوه 3 ايام كنصفيوه. إذن هذا الشيء اللي حصلتي عليه هو زيت الكركمه. إذن زيت الكركم هذا علاش غيصلح؟ غيصلح لكم دهنوا به من الليل، غيصفي لكم البشره، غيصلح لكم كسيروم للشعر، للناس بالنسبه للاخوات اللي عندهم الشعر متقصف ومتضرر، غادي تاخذوا شويه منه وغتبقاو تدهنوا الشعر ديالكم من الليل وتباتوا به ماشي مشكل. غادي يصلح لكم كمرطب، ان مثلا منين تغسلوا مثلا في الحمام تاخذوا شويه منه وتدهنوا على الدات ديالكم فهو غادي يكون مرطب. وكذلك يمكن يتستعمل كزيت مرمم بالنسبه للناس اللي عندهم البشره شاحبه، البشره فيها دي سيكاتريس، البشره اللي كتكون عيانه، فغدهنوا هذا الزيت هذا وتخليوه في البشره ديالكم، وهذا الزيت ضروري تدهن من الليل لليل، وهكا غادي يكون عندكم واحد الزيت اللي غتستعملوه بزاف ديال الاستعمالات. اه